في هذا اليوم الدراسي والإعلامي تحت عنوان الوقاية ومكافحة حرائق الغابات. تعرفون أنه ومنذ صدور القانون 23/12 المتعلق بالغابات والثروة الغابية الذي وضع أحكاما صارمة على عكس القانون السابق قانون 24/12 الذي تجاوزته الأحداث، قلت وضع أحكاما صارمة يعاقب وبصرامة، وكل من يعتدي على كل شكل أشكال الاعتداء على الغطاء النباتي ككل، لا أقول الغابات وإنما أقول الغطاء النباتي ككل، وأخطر أشكال الاعتداء هو الحرائق. هذه الحرائق التي أصبحت تلتهم الشمال الجزائري والهضاب العليا كل سنة آلاف الهكتارات بفعل فاعل وبأفعال مجرمة، وأحيانا بفضل بسبب مافيا الأخشاب الذين يريدون الثراء على حساب الثروة الغابية، على حساب هذا الكنز الذي حباه الله للجزائر. نريد أن تكون جبالنا وسهولنا ووديالنا وهضابنا مغطاة بالغطاء النباتي، لأنها وجه الجزائر الجميل. وهناك الكثير من الأجانب الذين يأتون، وخاصة المشارق الذين يأتون إلى بلادنا ويسعدون بالمناظر الطبيعية التي تتمتع بها غاباتنا. هذا اليوم الإعلامي موجه للسادة ممثلي وسائل الإعلام، عليهم أن يلعبوا دورهم في توعية المواطن الذي هو الحلقة الأساسية في حماية هذا لا أقول الثروة الغابية وإنما أقول الغطاء النباتي ككل، وتوعية المواطنين، وعلى الأجهزة المعنية أن تكون في مستوى الاستعداد. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون وضع أحكاماً صارمة تعاقب كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الغطاء النباتي وعلى هذه الثروة الغابية التي حباها الله للجزائر كما قلت سابقاً